Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. الشهري والمتعلق أو مناسبته هي مناسبة تقديم كتاب من النوع الجيد الذي لا يصدر إلا بين الفينة والأخرى. هذه القطرة الجيدة التي أتت في وقتها على ما يبدو نجتمع حول تبادل وجهات النظر فيها، ولكن أساساً حول التعريف بها وبقيمتها. الكتاب الذي نحن بصدد الاجتماع حوله اليوم هو للأستاذ مصطفى بوعزيز، ويحمل عنوان الوطنيون المغاربة في القرن العشرين. صدر عن دار إفريقيا الشرق أواخر السنة الماضية يعني 2019، وصدر في جزئين. الجزء الأول عنوانه الفرعي هو الارتباط العضوي بين السياسي والاجتماعي، والجزء الثاني عنوانه الفرعي هو الراديكالية والاندماج السلبي في الدولة. والكتاب كما تلاحظون هو من الحجم الكبير، وطبعا نعرف أننا في المغرب لا نكتب الحجم الكبير إلا عندما يكون كاهلنا متقلا بشيء ما نريد أن نبوح به للآخرين. من أجل تقديم هذا الكتاب يشارك المؤلف، وما أنه سيكون آخر متدخل، ويشارك كذلك الأستاذ نعيم الخرازي، وهو أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وباحث في الدكتوراه، سجل موضوعا حول محمد الفقيه البصري، وهو على مشارف مناقشة هذا العمل. كما يشارك في تقديم الكتاب محمد معروف الدفالي، مشاركة يجتمع فيها الذاتي والموضوعي من خلال العلاقة التي جمعتني مع الأستاذ مصطفى بوعزيز، والتي كنا فيها بهذا الشكل أو ذاك مكملين لبعضنا، وأساسا في المواضيع المتعلقة بالحركة الوطنية. حتى لا أطيل سأمرر الكلمة للأستاذ نعيم الخرازي. شكرا. بداية أتوجه بالشكر لمركز محمد حسن الوزاني على استضافة هذه الجلسة العلمية، كما أعرب عن امتناني للأستاذ معروف الدفالي على توجيه الدعوة والمساهمة في قراءة كتاب الأستاذ مصطفى بوعزيز الوطنيون المغاربة في القرن العشرين 1873-1999. قراءتي لهذا الكتاب ستكون وفق المحاور التالية: تصميم الكتاب، تقديم الإشكالية المركزية، المقاربات المعتمدة في إنجاز الكتاب، أهم الخلاصات التي توصل إليها الباحث، مميزات وخصائص الكتاب، ملاحظات وانطباعات عامة، وأختم بتساؤلات. الكتاب كما أشار إلى ذلك الأستاذ معروف الدفالي صدر السنة الماضية عن إفريقيا الشرق، ويتكون من جزئين ويقع في 662 صفحة. الجزء الأول بعنوان فرعي الارتباط العضوي بين السياسي والاجتماعي يتكون من 374 صفحة، يضم مقدمة وفصلين: الفصل الأول الحداثة المغربية تاريخ التباس، الفصل الثاني الوطنيون المغاربة والعنف. أما الجزء الثاني فيحمل عنوانا فرعيا الراديكالية والاندماج السلبي في الدولة، يضم 288 صفحة وينقسم بدوره إلى فصلين: الفصل الثالث الوطنيون المغاربة والحركات الاحتجاجية، الفصل الرابع الوطنيون المغاربة والحقل السياسي جدل المنجز والمتوخى، بالإضافة إلى خاتمة تليها امتدادات. انطلق الأستاذ بوعزيز من إشكالية مركزية صاغها على الشكل التالي: لماذا لم تتوفق الأنتلنجنسيات الوطنية الحداثية المغربية طيلة قرنين تقريبا في إحداث قطيعة مع المحافظة كثقافة وسلوك سياسي؟
ولماذا تصاب في مسيرتها من هامشي الحقلين السياسي والثقافي نحو مركزيتهما بالارتباك والتردد، وتنزلق في ظرفية حاسمة إلى راديكالية معنوية تنسيها منظومة قيمها الحداثية، وتساهم بذلك في إعادة إنتاج المحافظة، وبالتالي تسهل مهمة تموقعها من جديد في الهامش. انفتح الباحث على العلوم المساعدة للتاريخ، ووظف عدة نظريات ومقاربات تنتمي إلى حقول معرفية متنوعة كالسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، واستخدم مفاهيم من خارج حقل التاريخ في عملية تفكيك وإعادة بناء موضوعه، من أهمها التشكل والحقل والحركات الاجتماعية والانتليجنسيا والعقلية. كما اشتغل أيضا بالمقاربة في الزمن الطويل نظر لما تتيح من إمكانيات كبيرة في رصد البنية التي تتكرر ودراسة العقليات التي تتطور ببطء شديد. والجديد في هذا المؤلف هو أن صاحبه اختار انطلاقا من فرضيات، مما يثير عدة تساؤلات واعتراضات أيضا، خاصة وأن هذا المنهج غير مألوف في الإستغرافيا المغربية، كما أنه خاض في كتابة تاريخ الذات وممارسة مهنة المؤرخ على الذات، معترفا أن كشف الذات للذات جهد مضن له بالضرورة حدود، لأن ما كل شيء يقال. فالأستاذ بوعزيز جمع بين المؤرخ المتسلح بعدة منهجية ونظرية قوية والمناضل السياسي اليساري، وهنا أشير إلى أنه كان يحضر بنفسه عددا من اجتماعات الهيئة العليا للكتلة الوطنية ويدون محاضرها في تسعينيات القرن الماضي، وهذا ما جعله قريبا من بعض المواضيع التي درسها كالكتلة الوطنية وتجربة حكومة التناوب التي تطرق إليها في الفصل الرابع. وأخيرا اعتمد في صياغة نتائج بحثه على طرق مختلفة من الكتابة التاريخية، جمعت بين السرد الكرونولوجي المؤسسي على ضبط الوقائع وترتيبها والطرح الإشكالي الهادف إلى إنتاج معنى شارح، مقدما في نهاية بحثه خلاصات مؤقتة مؤكدا أن مؤرخ التاريخ الراهن لا يعرف الخلاصة النهائية، وأن ما وصل إليه هو فرضيات حصيلة قابلة للمراجعة. كنت أعددت ملخصا جدا مركز للكتاب في بضع صفحات، لكن بدا لي واضحا أن المؤلف أصعب من أن يقدم في قراءة وتلخيص، وأكبر من أن يختزل في مثل ما يسمح به هذا اللقاء، كما أن الحيز الزمني الضيق المحدد في 15 دقيقة لا يسمح بذلك، ولهذا سأقتصر فقط على أبرز الخلاصات بتركيز كبير. اعتبر الباحث الحماية مجرد قوس لم يصل فيه التغيير إلى مستوى البنية العقلية التي أعيد إنتاجها بمجرد ما تم إغلاق هذا القوس. إن اللجوء إلى العنف لم يكن خيارا استراتيجيا ولا مبدئيا للوطنيين، بل اضطرارا فرضته ظرفية إغلاق الحقل السياسي وعسكرت فضاءات الاحتجاج المدني. إن الثقافة التي أطرت حركة المقاومة كانت في قالبها العام محافظة، تجلت عبر تعبيرات هوياتية وشعبوية ضد المستعمر الكافر ومن أجل عودة السلطان المقدس إلى عرشه. لم يعرف مغرب نهاية القرن العشرين استقلالا نسبيا بين الحقل السياسي والحقل الاجتماعي، فالمطابقة التامة التي جسدت أحداث يناير 44 والتي أصابها ارتجاج مهم خلال أحداث يناير 1984 تم جبرها مؤقتا عبر أحداث دجنبر 1990. إن التضخم الحاصل في الخطاب حول المجتمع المدني لا يعكس انتقالا إلى مجتمع المواطنة، بل تجسيدا لقلق متواتر ناتج عن الانكسارات المتلاحقة التي تنضاف لبعضها البعض دون أن تحدث تراكما نوعيا، اللهم تبعثر الفعل الاجتماعي. التردد منطق يهيكل العقلية المغربية بالرغم من قطعه في بعض ظرفيات القرن العشرين خطوات مهمة تجاه الحداثة كثقافة وكنمط عيش. الوطنية المغربية لم تتجاوز ثلاثة سقوف، هي الإسلام والملكية والقومية. نجاح الملكية في فرض سيادتها على باقي الشرعيات الأخرى استراتيجية التغيير التي اعتمدها التوجه الغالب وسط الوطنيين المغاربة والقائم على التوافق مع الملك والفعل من فوق وصلت إلى الباب المسدود. المجتمع الذي نعيش فيه الآن في المغرب تعتصره مجموعة من الأسئلة المركزية، جزء منها لا زال عالقا
لمدة قرن من الزمن على الأقل كسؤال نحن والحداثة، وسؤال الدين والتدين، وسؤال وظائف المدرسة كفضائل للتنشئة الاجتماعية. بعد الخاتمة أضاف الباحث امتدادات في 13 صفحة، وكأن الأستاذ بوعزيز لا يريد أن يختم بحثه. حلل خلالها نشأة حركة 20 فبراير كحركة اجتماعية بقيادة الشباب هاجمت الفضاء العام مفاجئة الجميع، معتبرا إياها كقوسا لا كباقي الأقواس، ووضح أن النظام القائم بكل اختلافاته لم يكن مستعدا لها. بعد ذلك تطرق لمطالبها السياسية المعتدلة، ثم لاستراتيجية الملك لاحتوائها بوضع دستور جديد، وشرح أسباب فشلها حيث وضعت نفسها في الهامش مما ساهم في حصارها. الآن نصل إلى مميزات وخصائص الكتاب، كما أقدم بعض الملاحظات والانطباعات العامة. البحث مشروع فكري وجواب عن قلق علمي انتاب صاحبه منذ 3 عقود، يقوم على إشكالية واضحة رسمت معالم طريق شاق سلكه الباحث، كما أنه مجهود أكاديمي رصين وعمل ضخم تجدد مع الزمن وجرى تحيينه في سياقات مختلفة باستثمار ما تراكم لدى صاحبه من مادة مصدرية جد متنوعة. البحث غني وسفر ممتد عبر الزمان لمدة قرنين تقريبا، يمكن القارئ من الإطلالة على جوانب ومحطات مختلفة من تاريخ المغرب المعاصر والراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى تاريخ العقليات بالمغرب مع توظيف السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا التي بدا واضحا تأثيرها على مضامين الكتاب، ومعالجة الأحداث عبر خيط ناظم يتيح فهم بعض القضايا الشائكة بعمق أكبر. يشتغل الباحث في كل فصل بمقاربة مختلفة وطريقة مغايرة في الكتابة التاريخية عن باقي الفصول. لغة الكتابة لغة أنيقة وسلسة. الانطباع الأول الذي يخرج به القارئ هو وجود تكرار بعض الأحداث ومناقشة نفس المواضيع، ولعل تداخل الحقول ساهم في تشكل هذا الانطباع، وهذا ما استشعره الباحث عندما صرح بما يلي: تكرر الإحالات على نفس الأحداث وربما نفس الاستشهادات يبقى مجرد ارتسام أولي، إذ تختلف المعالجة في كل مبحث وتؤدي إلى إلقاء الضوء على جوانب أخرى لم تستكشف سابقا. ومع ذلك حرصنا على تخفيف ما يمكن أن يزكي هذا الشعور بالتكرار كلما سمحت سياقات التركيب بذلك. ولهذا أظن لو أن الكتاب صدر في 4 أجزاء منفصلة لكان أفضل ولا رفع ذلك الالتباس. يتضمن هذا المؤلف حوارا مع باحثين آخرين كالعروي مثلا، ويشير بشجاعة إلى النقاشات العلمية التي دخل فيها الأستاذ بوعزيز مع أساتذته وزملائه في مناسبات علمية متباعدة زمنيا حول استعمال بعض المفاهيم كالحركة الاجتماعية والحركة الوطنية، وحول جدوائيتهما لمقاربة تاريخ المغرب المعاصر. رغم أن عنوان الكتاب يشير إلى أن الفترة الزمنية التي يغطيها الكتاب ما بين 1873 و 1999، فإنه يعود إلى سنة 1830 تاريخ احتلال الجزائر وبداية تشكل الوطن الترابي لدى المغاربة، ويمتد إلى الفترة الراهنة إلى ما بعد ظهور حركة 20 فبراير ودستور 2011. إذا أردنا تقديم عنوان آخر لهذا الكتاب يمكن أن نقترح العنوانين التاليين: مغرب الفرص الضائعة خلال القرن العشرين، أو الحداثة المغربية عوائق ترددات وانتظارات. الآن أختم بالتساؤلات. يفتح الكتاب آفاق متعددة للبحث ويثير سلسلة من الأسئلة في مرحلة ما قبل الاستعمار وزمن الحماية ومرحلة الاستقلال، لكن أسئلتي ستنصب على مرحلة ما بعد 1956 وستركز على المحاور التالية: ثنائية المعقول الهضراء لدى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أسباب فشل قادة الحركة الوطنية في فرض مطالبهم على الملكية، ثنائية الدونية الندية لدى قادة الحركة الوطنية، أحداث الريف 1958-59، وأسباب تقهقر الوطنيين المنتمين للمنطقة الشمالية بعيد الاستقلال. تطرقتم أستاذي بتفصيل كبير لثنائية المعقول الهضراء، وهي ثنائية مختصرة ومعبرة تختزل
تصورين مختلفين للعمل والتعامل مع الأوضاع السياسية القائمة. المعقول أي العمل جاد وتحيل مباشرة على حمل السلاح، الهضرة مرادفة للسياسة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. لن تحدث قطيعة مع هذه الثنائية بعد حصول المغرب على استقلاله، بل ستنبعث من جديد وسيعود أصحاب المعقول مجددا إلى الواجهة، وأقصد هنا المقاومين الذين التحقوا بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية والذي كان الفقيه البصري قائد جناحهم داخل الحزب. وفي المقابل يوجد أصحاب الهضرة السياسة الذين اعتمدوا على الطرق الشرعية والعمل السياسي، وكان عبد الرحيم بوعبيد يمثل جناحهم. فبعد محاولات لإقصاء الحزب من الحقل السياسي ودفعه إلى الهامش والتضييق عليه منذ تأسيس سنة 59، ولا سيما من طرف ولي العهد آنذاك مولاي الحسن، وبعد عدة تراكمات لا يسمح الوقت بالدخول في تفاصيلها، أحس هؤلاء المقاومون بالغبن والحيف والإقصاء وتنكر القصر لنضالهم، إذ كانوا يؤكدون في مجالسهم الخاصة أن كفاحهم ونضالهم هو الذي أرجع السلطان وعائلته إلى المغرب من منفاه الصحيق بمدغشقر، ويقولون بصراحة إحنا اللي جبنا السلطان من المنفى. وهكذا اقتنع هؤلاء المقاومون مرة أخرى بعدم جدوى العمل السياسي في البلاد وضرورة العودة إلى المعقول. وفي هذه الظروف نشأ التنظيم السري أو التنظيم الموازي أو الجناح البلانكي الذي قاده الفقيه البصري، والذي استقطب شرائح اجتماعية مختلفة ذات مستويات تعليمية متفاوتة. سؤالي أستاذ، ما هو هدف التنظيم السري ومن ورائه قادة الجناح السياسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان على علم بما يقوم به التيار البلانكي؟ بل بعض قادة التيار السياسي كانوا يتمنون نجاح ما سمي بالتنظيم السري ويباركون عمله سرا، ولعل هذا ما جسدته العبارة المتداولة في أوساط الاتحاديين آنذاك، شيبخ وشيكوي. ما شكل الدولة وما طبيعة النظام الذي كانوا يريدون إقامته في حال نجاحهم؟ السؤال الثاني، كان الحسن الثاني كلما واجه ظروفا سياسية صعبة، سواء أثناء انتفاضات الشعبية كأحداث 23 مارس بالدار البيضاء والمحاولتين انقلابيتين الأولى والثانية 71-72 وقضية الصحراء عام 75 وما سمي بالسكتة القلبية 90 القرن الماضي، يبادر إلى التفاوض مع قادة الحركة الوطنية وطلب مقترحاتهم لمساعدته على تجاوز تلك الظرفية، لكن بمجرد ما يستعيد توازنه يعيد الإمساك بزمام الأمور ويسارع إلى وقف تلك المفاوضات، بل ويعاقب القادة الوطنيين كما فعل مع عبد الرحيم بوعبيد لاحقا أو سنة 81. سؤال، ألم يفهم قادة الحركة الوطنية الحسن الثاني ومنطق المخزن جيدا حتى يسقط مرارا وتكرارا في نفس الخطأ؟ فهم دائما كانوا يبدون حسن نيتهم ويمدون يدهم إلى القصر للتعاون معه. وفي نفس السياق أعود إلى ثنائية الدونية الندية، كتبتم أستاذ أن الوطنيين المغاربة بعد جولات من الصراع والمواجهة مع الملكية استبطنوا الشعور بالدونية أمام الحسن الثاني وتضطروا إلى مصايرة إرادته على مضض، رغم ما جره ذلك عليه من انتقادات وسقط القواعد التي لم تستصغ منطق المهادنة السياسية. ألا ترون أستاذ أن الشعور بالدونية أمام الملكية والإحساس بالعجز والتسليم بالأمر الواقع دفع بعض قادة الحركة الوطنية، وأقصد أساسا بعض قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلى التآمر مع الجنرال أوفقير في المحاولة الانقلابية الثانية وركوب موجة التغيير من فوق؟ وبماذا تفسرون ذلك التنسيق؟ السؤال الرابع، قلتم أستاذي قمتم في الجزء الأول من الكتاب في الصفحتين 143-144 بجرد انتقائي مقصود لما يمكن نعتو بالحركات الاجتماعية في المغرب المعاصر، وقدمتم لائحة تضم 30 حركة اجتماعية. لماذا استثنيتم أحداث الريف 58-59؟ ألم تكن تحركا جماعيا تأسس على قاعدة الحيف والشعور بالدونية واللامساواة؟ ألم تهدف إلى رفع الغبن وجبر الضرر رغم أدوار الفاعلين في الحقل السياسي آنذاك في تحريكها؟ السؤال الأخير، بماذا تفسرون أستاذي تراجع مكانة الوطنيين المنتمين إلى المنطقة الشمالية بعيد الاستقلال
وتقهقرهم أمام نظرائهم في المنطقة السلطانية. وشكرا على إنصاتك.